السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا مع موضوعات آيات الأحكام، وفي هذا اليوم سنتحدث بإيجاز واختصار عن أحكام الرضاع. يقول الله جل وعلا: وإن أردتم أن ترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، ويقول جل وعلا: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، ويقول جل وعلا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، إلى آخر الآيات التي تتحدث عن الرضاعة، فلقد جاءت مبثوثة في سورة البقرة والطلاق وغير ذلك من السور. بالنسبة للرضاع في اللغة، هو مص اللبن من الثدي أو شربه. الرضاع في اللغة مص اللبن من الثدي أو شربه. وفي الاصطلاح الشرعي الفقهي يقول العلماء: الرضاع مص طفل دون الحولين لبنا من آدمية. من آدمية، مص طفل دون الحولين لبنا من آدمية. وبعض الفقهاء يضيف: مص طفل دون الحولين لبنا ثاب عن حمل. ثاب عن حمل يعني سببه الحمل، يعني متزوج. وهذه مسألة خلافية كما سأنبه بعد قليل. بالنسبة للرضاعة مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع، فجاءت النصوص في القرآن تشير إلى مسألة الرضاعة. مثلا كما ذكرت الآيات قبل قليل، قل جل وعلا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، قل جل وعلا: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، إلى آخر الآيات. أما الأحاديث فكثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، تحرم ما تحرم الولادة. وجاء من حديث ابن عباس حينما عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ابنة حمزة بن عبد المطلب، عم النبي عليه الصلاة والسلام، عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ابنة حمزة، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. والإجماع منعقد على مشروعية الرضاعة وعلى أحكامها بالجملة، وعلى أحكامها بالجملة. بالنسبة للرضاعة على نوعين: رضاعة محرمة ورضاعة غير محرمة، ورضاعة غير محرمة. أما الرضاعة غير المحرمة فتظهر حينما نذكر الرضاعة المحرمة، فكل ما هو سوى ذلك لا يكون محرما. والرضاعة المحرمة لها شروط: أولها أن تكون في الحولين، يعني أن تكون الرضاعة في الحولين في عمر الطفل سنتين فأقل، وذلك لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولقول الله جل وعلا: وفصاله في عامين، يعني فطامه في عامين. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، والفطام المعروف ما كان في الحولين فأقل، هذا هو الفطام المعروف. إذن الشرط الأول أن يكون في الحولين، وبعد الحولين لا يكون هناك رضاعة محرمة، لا يكون هناك رضاعة محرمة. والمسألة هذه منهم من حكى الإجماع فيها، ومنهم من ذكر الخلاف، وهي تسمى رضاع الكبير، وهل هي مطلقة أم في قضايا خاصة؟
سبق أن شرحنا وذكرنا هذه المسألة وبحثناها في درس الفروع، درس زاد المستقنع، لكن عموما الراجح أن الرضاعة ما كان في الحولين، ما كان في الحولين. طيب، إذا كان الطفل قد أكل في الحولين ورضع، هل يحرم أم لا؟ فإذا أكل مثلا طعاما ثم بعد ذلك مع الطعام كان أيضا كان يرضع، فهل يحرم؟ هذه مسألة فيها كلام، والراجح نعم ما دام في الحولين. الشرط الثاني أن تكون خمس رضعات مشبعات، أن تكون خمس رضعات مشبعات في الراجح من أقوال أهل العلم. لماذا قلت في الراجح من أقوال أهل العلم؟ لأن المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، فمن أهل العلم من ذهب إلى مطلق الرضاعة، ومنهم من ذهب إلى رضع إلى ثلاث رضعات، ويعني هناك أقوال عديدة، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن الطفل إذا رضع خمس رضعات فأكثر في الحولين أصبحت هذه الرضاعة محرمة، وذلك لما في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. ولعلكم تذكرون في درس النسخ ذكرت لكم بأن هناك نصوص نسخت لفظا وبقيت حكما، ونصوص نسخت لفظا وحكما، نسخت لفظا وحكما، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها خمس رضعات مع عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس وكنا فيما يتلى من القرآن، فنسخ جزء وبقي جزء، بقي الجزء المحكم والمنسوخ العشر رضعات. الشرط الثالث أن يكون من آدمية، أن يكون من آدمية، ولذلك إذا رضع الإنسان من حيوان مثلا اجتمع مثلا يعني أكثر من طفل ورضعوا من حيوان مثلا فإن هذا لا يؤثر في الأطفال سواء كان في الحولين أو يعني قصدي أتوا بشروط الرضاعة. من النوازل ما يسمى ببنوك الحليب، بنك الحليب، ومعنى بنوك الحليب أن يجتمع مجموعة من النسوة ويؤخذ منهن اللبن، يؤخذ منهن اللبن ثم يعطى للأطفال خاصة الخدج، يرضعون من بنك الحليب هذا أو بنك اللبن، فهل هذا يحرم أم لا؟ هذه مسألة فيها بحوث معاصرة، والمجامع الفقهية درست هذه المسألة دراسة يعني موسعة وفيها مخاطر في الواقع، لكن إذا ضبطت بنساء معلومات عرف المحرمة من غيره. وكذلك إذا كانت الرضعة الواحدة أو اللبن الذي يؤخذ من المرأة دون الخمس رضعات أيضا هذا أسهل على القاعدة اللي ذكرناها في مسألة الرضعات الخمس. المسألة الأخرى ما يتعلق باللبن، هل لابد أن يكون قد ثاب عن حمل؟ يعني هل لابد أن تكون المرأة متزوجة؟ الرواية عند الحنابلة نعم لابد أن يكون ثاب عن زوج، لابد أن يكون قد ثاب عن زوج، هذه الرواية وهو قول جمع من السلف. والرواية الثانية وهو قول المذاهب الثلاثة قول الجمهور أنه لا يشترط أن يكون قد ثاب عن حمل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن لو أن امرأة غير متزوج فدر ثديها باللبن فأرضعت طفلا خمس رضعات في الحولين أصبحت أمه. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وأمهاتكم اللاتي أرضعن، فنسب الرضاعة إلى الأم. ولو أن امرأة مثلا استعملت أدوية فدر لبنها، استعملت أدوية وقد يكون هذا موجود في هذا العصر،
فدر ثديها فأرضعت طفلا حرم عليها، أصبح ابنا لها من الرضاعة. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، ولذلك اللبن سواء ثاب عن زوج أو لم يكن عن زوج فإنه محرم ما دام أنه يغذي الطفل، ما دام أنه يغذي الطفل. بالنسبة للرضعات، هل المصة الواحدة تعتبر رضعة أم الرضعة هي الوجبة؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أن الطفل إذا مص الثدي ثم تركه ثم عاد إليه فإنها رضعة ثانية، على هذا قد يكون التحريم في جلسة واحدة، على هذا القول قد يكون التحريم في جلسة واحدة. والقول الثاني وهو ما رجحه شمس الدين ابن القيم وبحثه بحثا مجريا إياه على قواعد اللغة والشرع، أن المقصود بالرضعة الوجبة، بحيث أن الطفل يترك الثدي باختياره، يترك الثدي باختياره. تعلمون بأن الطفل إذا رضع إما أن يترك الثدي باختياره أو بغير اختياره، فإذا ترك الثدي باختياره وترك الرضاعة فقد شبع، هذه رضعة. أما إذا تركه لعطاس أو للانتقال من ثدي إلى ثدي أو للنظر إلى السقف في الغالب ليتأمل في الأطفال، تجدهم ينظرون وربما التفتوا إلى هذا فتركوا فعادوا، فإنها لا تعتبر العودة رضعة ثانية، العودة رضعة ثانية. فأنت مثلا الآن حضرت الدرس مثلا ثم قمت لتقضي حاجة أو لغرض ثم عدت، ما يقال بأنه حضر الدرس الثاني أو حضر مرة ثانية، لا، أنت هذه جلستك. كذلك أي شخص قام بعمل فإنه لو قطعه بغير اختياره أو لضرورة فإنه يبقى على الحال الأول. فلذلك الرضعة هي الوجبة الكاملة، فإذا ترك الثدي باختياره شبعا فهذه رضعة، فهذه رضعة. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. بالنسبة للرضاعة تثبت في الراجح من قول أهل العلم بشهادة امرأة واحدة مرضية، فإذا شهدت امرأة واحدة مشهورة بالصدق مرضية عند الناس بأنها أرضعت هذين أو أرضعت هذه فإن قولها مقبول في هذا، وذلك للاحتياط في باب الأعراض، فجانب الأعراض يحتاط له في الشريعة، يحتاط له. ولذلك في حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما، فأتى عقبة بن الحارث النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي عليه الصلاة والسلام بأن امرأة سوداء تقول هكذا وهي كاذبة، يقول عقبة هي كاذبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل دعها عنك، كيف وقد قيل دعها عنك، يعني فارقها، يعني فارقها. ولذلك في ثبوت الرضاعة يكتفى بامرأة واحدة مرضية صدوقة معروفة بالصدق عند الناس. وقول عقبة بأنها كاذبة لأنه تفاجأ في هذا وكأنه يقول قد تكون كاذبة. المسألة الأخرى فيما يتعلق بالرضاعة، فيما يتعلق بالزواج، زواج الشبهة، عفوا، إذا حصل زواج ثم بان بعد ذلك أن هذا الرجل أخت لامرأته، وهذا يحصل كثيرا، فما حكم الأولاد ينسبون إليه؟ وعندنا قاعدة مهمة في هذا الباب، أن كل نكاح شبهة أو باطل أو فاسد نتج عنه ذرية فإنهم ينسبون إلى الأب. أنا أقصد نكاح الشبهة أو النكاح الفاسد. وأما نكاح الزنا أو أما الزنا فينسب إلى أمه ولا ينسب إلى من زنى به، لا ينسب إلى من زنى بها وإنما ينسب إلى أمه. أما نكاح الشبهة
والنكاح الفاسد قالوا ينسب إليه، ينسب إلى أبيه. مسألة أخرى فيما يتعلق بالرضاعة، سواء كانت الزوجية قائمة أو لم تكن الزوجية قائمة، أو كان اللبن ثابع عن محرم، فإنها المرأة تكون أماً للطفل. فلو أن زانية رضعت طفلاً ثابعاً حمل على قول الحنابلة مثلاً، فإن هذا ينسب إلى هذه المرأة فتكون أمه من الرضاعة. بالنسبة لآثار الرضاعة، الحديث قاعدة في هذا، الحديث قاعدة في هذا، وهو أن يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فما يتعلق بالحرمة، الرضيع ينزل منزلة الابن النسبي فتنتشر الحرمة إليه وإلى فروعه، إلى أولاده وإن نزل، إلى أولاده وإن نزل، واضح؟ فالرضيع هذا تنتشر الحرمة فيه وفي أولاده، أما في أصوله وحواشيه فلا تنتشر، ولذلك لا يحرم على أبيه النسب أن يتزوج أمه من الرضاعة، ولا يحرم على أخيه النسب أن يتزوج أم أخيه من الرضاعة، ولا ابنة أخيه من الرضاعة. واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ إيه طيب، إذن القاعدة ما هي؟ أن الرضيع ينزل منزلة الابن النسبي، كأنه ابن نسب، والحرمة تنتشر فيه وفي أولاده وإن نزل ابنه ابن ابنه وهكذا. لكن بالنسبة للحواشي المقصود الإخوة والأخوات، وبالنسبة للأصل الآباء والأجداد والأمهات والجدات، لا تنتشر فيهم الحرمة، لا تنتشر فيهم الحرمة. أما المقابل اللي هو أبو، أما المقابل الذي هو المرضعة وزوج المرضعة، فإن هذا الولد يحرم عليه وينزل منزلة الابن النسب. فأخو الزوجة ماذا يقول لهذا الولد الرضيع؟ خال. خال. أخت الزوجة؟ خالة. خالة خالته. أخو الزوج؟ عم. عمه. أخت الزوج؟ عمه. عمته، وهكذا. أبو الزوج جد من الله، وهكذا. ولذلك تكون الحرمة منتشرة في المرضعة أقوى من انتشارها في الرضيع، أقوى من انتشارها في الرضيع. إذا قلنا بثبوت الحرمة هنا، فيكون الأثر ماذا؟ هو جواز النظر، الخلوة يكون محرما مثلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. لكن هل يرث؟ الجواب لا. فالأحكام هنا تبعض، هذه من تبعيض الأحكام. فكونه ابن من الرضاعة يجوز أن ينظر إلى أمه وأخته من الرضاعة، وإلى جدته وعمته وخالته من الرضاعة، يجوز أن يخلو به بهؤلاء، يجوز أن يكون محرما لهم. لكن هل يرث؟ الجواب لا. هل تجب النفقة عليهم تجاهه؟ الجواب لا. هل يجب أن ينفق على أمه من الرضاعة؟ أنا أقصد الوجوب وليس التفضل، لا، هذه كلها ما تجب. ولذلك الأحكام تتبعض في مسألة الرضيع، تتبعض في مسألة الرضيع. طيب، بالنسبة لمن لديه زوجتان فأرضعتا طفلا، أرضعتا طفلا، خمس رضعات، فالأولى أرضعت الطفل ثلاث رضعات، والثانية أرضعت الطفل رضعتين، فكيف يكون التحريم؟ هنا أيضا تتبعض الأحكام. فهذا الطفل ابن للزوج، فهذا أبوه من الرضاعة، أما بالنسبة للزوجتين فليست أما له من الرضاعة. لماذا؟ لافتقادهما شرطا من شروط الرضاعة المحرمة، وهي خمس رضعات محرمات مشبعات، معلومات مشبعات، فيكون ابن لهذا. وهل لهذا أثر؟ نعم له أثر، له أثر. طيب، إذا كانت هذه المرأة الأولى عندها بنت
من زوج آخر يجوز يتزوجها الولد الرضيع؟ جواب نعم. لماذا؟ ليس ابن أجنبية، ليست أختا له من الرضاعة، ليست أختا له من الرضاعة. والقاعدة الشرعية أن اللبن للفحل اللي هو الزوج، اللبن للفحل وهو الزوج. هذه بعض الأحكام باختصار فيما يتعلق بمسألة الرضاعة. والآن ننظر في أسئلتكم المرسلة. ما شاء الله 79 سؤال. طيب، يقول السائل: كنت ساكنا مع والدي وإخوتي في مدينة، ثم وجدت عملا في مدينة أخرى واستقريت هناك وحدي، وآتي لزيارة للوالدين في نهاية الأسبوع ليوم أو يومين، فهل أترخص برخص المسافر علما أن المسافة مسافة قصر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجواب نعم، إذا لم يكن عندك غرفة تستقل فيها وتنام فيها فأنت تترخص برخص السفر. أما إذا كان لديك غرفة مهيئة للسكن فلا تقصر. طيب، السؤال الثاني يقول: ماذا أفعل إذا أمر الوالدان بعدم حضور درس العلم والمكوث الزائد في المسجد؟ ويعني ذكر بعض الأشياء. أطع والديك بالنسبة لما فيه طاعة، أطع والديك. أما إذا أمرك بمعصية فلا، للقاعدة الشرعية: ولا يعصينك في معروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وحينما أقول لك لا تطعهما في معصية، لا تذهب إليهما بعنف وخشونة وغلظة، لا، وإنما تتلطف معهما مثل ما تلطف إبراهيم مع أبيه المشرك: يا أبتي يا أبتي. فتنبه لهذا، ولا يجوز لك أن تعامل والديك بعنف، وحاول أن تقنعهما. لأن الدرس العلمي، قل هذا الدرس ذكر وخير، وتؤجران على ذلك. بعض الأولاد الله يهدينا وإياهم، بعض الشباب يعني لا يحسن التعامل مع والديه، لا يفهمهم ما طبيعة الدرس. في الغالب أنهما يخافان على الولد، في الغالب يعني ما يعرفون هذا الدرس. ولو اقترحت على الوالد أنك تصطحب إلى الدرس، طيب قل: ما رأيك تأتي؟ كثير من الآباء حضروا الدروس ليستكشفوا عن ما يلقى، يخافون على أولادهم. فلما رأوا الحمد لله الدرس خير كله ولله الحمد، اقتنعوا بهذا، وبعضهم يحضر الآن ولله الحمد. هل تجوز الصدقة من مالي دون رضا الوالدين؟ نعم، أنت لك ذمة مالية مستقلة فتتصدق، وليس هناك حاجة أن تخبر والديك. صدقة السر أفضل. قل جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال بعض العلماء: إن تبدوا الصدقات يعني الزكوات فنعما هي، لأنها فريضة، وإن تخفوها يعني الصدقات التطوعية. فأنت لك ذمة مالية مستقلة ولله الحمد. قال: الاستخارة في الصغيرة والكبيرة يعتبر من الوسواس؟ هذا راجع إلى ذات المستخير. فإذا كان يستخير في كل شيء دقيق وجليل، ويقضي وقته ونهاره ويومه في الاستخارة، لا شك أن هذا وسواس. أما إذا هم بالأمر وهذا الأمر يحتاج إلى استخارة، نعم، هذا ليس من الوسواس، هذا من السنة. ما حدود الاختلاط مع الأقارب؟ الحدود الاختلاط مع الأقارب ماذا تقصد به؟ يعني الأقارب النساء مع الرجال، أم مسألة الحدود الزمنية يعني كثرة الزيارة؟ فإذا كان الأول، لا يجوز الإنسان أن يخلو
بامرأة لا تحل له، ولا يجوز أيضا أن يختلط بنساء ولو كن من أقاربه كاشفات مثلا أو متجملات ومتزينات. أما إذا كنت تقصد الفترة الزمنية فهذا راجع إلى العرف وكذلك تقدير المصلح. كنت أطيع أبي وأمي في كل صغيرة وكبيرة، فنصحني البعض وقال هذا غلو في بر الوالدين. هذا لم ينصحك من قال لك لا تطع والديك في كل شيء، هذا ما نصحك، هداه الله، وقد يكون قصده حسنا، لكن أنت فتح الله لك بابا عظيما من أبواب الخير، الزمه وعد إلى هذا، وعد إلى هذا، إلا إذا كان هناك مبالغة في قضية البر، بحيث أن أشياء قد تؤذي الوالدين في قضية الاستشارة أو يعني طلب، يعني بعض الأولاد قد يفهم بر الوالدين خطأ، فيبغى يروح الحمام يقول أروح الحمام مثلا، هذا ليس من بر الوالدين، فتتنبه لهذا. بارك الله فيك. يريد كتاب أو دروس تنصح فيها للمقبلين على الزواج. المحاضرات كثيرة والدروس كثيرة، وأيضا هناك مصنفات ولله الحمد في هذا، يعني ممكن تقرأ في آداب الزفاف للعلامة الألباني مثلا، تقرأ فيه كتب معاصرة أيضا في آداب الزفاف. هل المرض النفسي من الشيطان والذنوب أم أنه قد يصيب بعض الصالحين؟ لا، المرض النفسي هو على نوعين، من الشيطان ومرض طبيعي. من الشيطان المس يعني، والمس على درجات، ليس بالضرورة أن يكون الإنسان قد تلبسته الشياطين، لا، وإنما هو درجات أيضا. قد يأتي الإنسان في الصلاة مثل عثمان بن أبي العاص، شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيبه في الصلاة وهو في الصلاة، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وضرب على صدره وأمره بأن يستعيذ وأن يدخل عن يساره فذهب عنه. وهناك أمراض نفسية ليست هي من المس ولا من تسلط الشيطان، سبب عقد نفسية، أزمات تمر بالإنسان تورثه مثلا نوع من أنواع الأمراض، هذا يحتاج إلى علاج طبيعي، يعني علاج في المستشفيات والعيادات النفسية. من المعلوم أن عدة المطلقات 3 أشهر، والحكمة في ذلك خلو أرحامهن من الجنين. إذا كانت المطلقة في طلقتها الثالثة وقد بلغت سن الإياس من الحيض والإنجاب وقد ناهزت 60 من عمرها، هل يجب عليها إكمال 3 أشهر للعدة؟ الجواب نعم، يجب عليها أن تعتد 3 أشهر لأمر الله عز وجل بذلك. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر، لو كان عمرها 100 سنة ها لا بد أن تعتد 3 أشهر. ما معنى الشؤم في البيت الضيق علما بأن الطيرة منهي عنه؟ نعم، الطيرة منهي عنه، والمقصود بعض العلماء قالوا بأن الشؤم منهي، أن الشؤم في البيت هو يجلب الشؤم، يسبب الشؤم، هذا المعنى. جاء في الحديث لو كان الشؤم في شيء لكان في كذا وكان. فالبيت الضيق مثل ما ذكرت أنا في الدرس يجعلك تتأفف وتتضجر وتبدأ تتشائم في البيت، مثل السيارة، بعض الناس الآن سيارته يعني قديمة ودائما تخرب وتتعطل فيروح يتشائم فيها، يقول هذه مصدر شر ومصدر كذا، هذا المعنى، ولا هي قديمة أصلا، فالإنسان يتخلص منها. الغرف إذا كانت الغرف موجودة للأبناء في نهاية الأسبوع يجتمعون فيه لأنهم يعملون ويسكنون في مناطق أخرى، هل هذا من الإسراف؟ الجواب لا، ما دام أنهم يعودون إلى المنزل ويسكنون في هذه الغرف هذا ليس من الإسراف. أيهما أحق بالمعروف، الجار أم الأقارب؟ لكل جهة حقها من المعروف والواجب. الأقارب لهم حق الصلة، الجيران لهم حق الوصل أيضا، فلا نخلط الأمور. يعني بعض الناس عنده الحدية،
إما كذا ولا كذا، لا أعطي كل ذي حق من حق، الجار لحق والقريب لحق، فأعطي كل ذي حق من حق. هل تشرع صلاة الغائب على الغريق الذي فقد جسده في البحر ومتى يصلى عليه؟ نعم صلى عليه، الغريق الذي ما وجد رحمه الله وغفر له يصلى عليه، يصلون عليه. وطبعا هذا على القول الراجح، لأن من أهل العلم من ذهب إلى أن الشهيد الغريق شهيد تجرى عليه أحكام شهيد المعركة. الجواب لا، ما تجرى، هذا الصحيح، ما تجرى عليه، صلى عليه. امرأة بكر والدها توفي وجدها وعمها، من الولي؟ جدها، جدها هو الولي، إلا أن يكون الأب قد أوصى لعمها بالولاية. ركبت قطعة على المركبة لتحسين صوت السيارة وليست بتلك الصوت العالي التي تزعج من في البيوت، هل علي إثم إذا نيتي ليست إزعاج الناس؟ ما أدري والله، هذا يرجع إلى طبيعة السيارة، طبيعة القطعة اللي ركبت. يعني أنا أحيانا أستيقظ في الليل من صوت مثل هذه السيارة وأمسك نفسي، ما ودي أدعي لأنه يقضني من النوم. صحيح يعني بعض الشباب هدانا الله إياهم مؤذين ولا يعلمون خطورة هذا الأمر، من الناس من يكون مريض، من الناس من يكون عنده عمل، من الناس من يكون طالب علم يسهر على كذا ثم يريد أن ينام يرتاح، هذه أذية شديدة، يعني تشعر الأرض ترتج من تحتك بسبب هذه الأصوات. وكيف إذا كان السائل إن شاء الله مستقيم يخاف الله عز وجل؟ تتنبه. بعض الناس ما يملك نفسه، قد يدعو عجوز ولا كبير في السن مثلا، قد يقوم ويدعو على من أزعجه. تنبه الإنسان، قد تصيبه الدعوة. هل يجب علي إذا بعت البيت بسبب سوء جاري أن أخبر الشاري؟ والله هذه من الأشياء التي يعني بحثها العلماء، لأن وجود الجار السيء يعتبر عيب في البيت، فلا بد أن تخبر، من الأمانة أن تخبر، تقول عندي جار سيء، عندي جار سيء، تتنبه. تريد البيت ولا لا؟ لأن هذا أحد العيوب، أحد العيوب، بل هو أخطر من عيوب الأساسات وجود الجار السيء. رأينا من كان مبتدئا في الالتزام وطلب العلم يشتغل بنقد الآخرين ولا يشتغل بطلب العلم أو حفظ كتابه، ولما ننبهه يقول لا بد من تصحيح الناس. طبعا هذا خطأ في الطلب، الإنسان في بداية الطلب عليه أن يكثر من الإنصات والاستماع ولا يكثر من الكلام، وعليه أن يتعلم وأن يتربى وأن يتأدب، وأما النقد فيتركه للعلماء. ولذلك من الأخطاء التي وقع فيها كثير من طلاب العلم المبتدئين اشتغالهم بالنقد، نقد الآخرين وجرح الآخرين والطعن على طلاب العلم الآخرين، ثم يبتلون بالصدود عن العلم، نسأل الله العافية والسلام. وأنا أعرف مجموعة كبيرة من الشباب سواء هنا وفي بقية البلاد لم يتأدبوا بأدب أهل العلم، ثم سبحان الله العظيم عوقبوا فأصبحوا من جنس العوام، أصبحوا عوام. لذلك الإنسان إذا طلب العلم عليه أن يتأدب وأن يستمع ولا يتكلم. كان الناس إذا حضروا عند العلماء تأدبوا واستمعوا، ومسألة النقد والجرح هذه للعلماء الأكابر تترك ولا تشتغل بها، وهي مسألة قائمة على الاجتهاد، فقد يختلف اثنان من العلماء في شخص واحد، هذا يجرح وهذا يعدل، فأنت تضيع بين هذه. لكن إذا طلبت العلم وأوغلت في طلب العلم، تأدبت مثلا وأكثرت من الإنصات والاستماع، مع مرور الوقت ستتضح لك معالم النقد ومعالم الجرح ومعالم التعديل، وتعرف كيف تتعامل مع هذه الأشياء. ولذلك ينتبه الإنسان، لأن هذا قد يكون شهوة وهوى يتلذذ فيه الإنسان بدعوة حماية الدين ودعوة تحذير الناس. لا، أترك هذا للعلماء الأكابر الذين إذا قالوا الكلمة استمع لهم الناس. من أنت؟ أنت قد لا تكون معروف في حارتك، لا تظن أن نفسك شيخ الإسلام ولا قبة الفلك اللي والله كل الناس ينتظرون ماذا تقول مثل الإمام أحمد. لا، أنت ما زلت
في بداية الطلب، فاحرص هذا طريق إن لم تحسن ولوجه ودخوله ستنقطع وستحرم وتعاقب بأنك تحرم من طلب العلم. وأنا أعرف كما قلت لك، أعرف مجموعة كبيرة من الشباب لما لم يستمعوا إلى العلماء ودخلوا في هذه المسارب والمداخل والطرق ضاعوا، بعضهم حتى ترك التدين والعياذ بالله والاستقامة. الكلام في الناس، بعض الناس أن حطوا رحالهم في الدار الآخرة بين يدي الله، وأن تطعن فيهم ما تدري تسمع كلمة من هنا أو من هناك. بعض الناس أتقية أنقية أخيار فضلة، صدر منهم خطأ أو خطأين، تريد أن تسقط هؤلاء. من للناس إذا أسقطنا العلماء وطلاب العلم على خطأ أو خطأين؟ وانظر إلى تعامل أهل العلم مع من يخطئ، كيف يتعاملون معهم؟ فقه. مسألة المسائل هذه قائمة على فقه وليس على عنتريات أو والله أنا كذا وكذا. وأنا أقول لكل شاب، إذا كانت هذه بداياتك، العبرة بالنهايات وليست بالبدايات. البدايات دائما نواقص، البداية دائما ناقص، العبرة بالنهاية. الإنسان لما يبدأ طلب العلم يبدأ صغير، ثم إذا وفق إلى منهج سليم اكتمل بإذن الله. أما يبدأ بمثل هذه الصورة سينقطع في النهاية. نصيحتكم لمن يرى داخل بيت جاره من غرفته من البلكونة، لمن يرى داخل بيت جاره من، إذا كان يقصد بأنه هو الذي يرى لا يجوز ويحرم عليه. هذا هو الجار الصالح والجار السيء. الجار الصالح هو الذي يغض بصره، وهو الذي يكون أمينا ولا ينظر إلى جاره سواء من البلكونة أو من الشباك أو في الحوش، يتقي الله عز وجل. هذه خيانة، خيانة. هذا جار السوء والعياذ بالله، هذا مؤذي. أديته هذه أشد من الضرب ومن تكسير الأموال أو تخريب الأموال، أشد، لأن الإنسان في بيته يأخذ راحته ويلقي ثياب الحشمة، قد يظهر منه ما لا يمكن أن يظهر في حوش بيته، كيف تنظر إليه؟ فيتق الله سبحانه وتعالى. هل المرأة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها في النار بسبب أذية لسانه مخلدة في النار؟ ذكرت قاعدة قبل قليل احفظها، يمكن سؤالك أرسلت قبل ما أذكر القاعدة. هذا واحد يقول ما حقوق الجيران، إيش رأيكم أرد عليه؟ لنا أسبوعين وحنا نذكر حقوق الجيران، الله يهدينا وإياك. يقول نحن نسافر من المطار بنفس المدينة، هل نقصر ونجمع من حين وصولنا للمطار قبل أن نركب الطائرة؟ إذا كان المطار داخل المدينة لا، ما تقصر ولا تجمع حتى تفارق عامر بنيان المدينة. يعني مثل مطار الشارقة الآن، أنت في الشارقة ما تقصر وتجمع، في عجمان ما تقصر وتجمع، في دبي ما تقصر وتجمع. الكلام مثلا في مطار مكتوم مثلا تجمع، عفوا تقصر، لأن خارج المدينة مثلا، هذا بحث فيه مثلا. أما تأتي مثلا جاي من أبو ظبي تريد أن تقلع من الشارقة أو من عجمان أو من دبي، نعم، لأن هذا سفر، أنت سافرت، لكن في مدينتك لا. يقول السائل في بيتي يجتمع يوم الجمعة جميع إخواني وأخواتي فيوقفون السيارات بجانب منزل جاري فينزعج الجار، هل نأثم؟ الجواب نعم. طبعا الأصل في الجار أن يحتمل مثل هذا الأمر، وأنا يعني أقترح عليك بأن تسلم على جارك وتحاول أن تتلطف معه وتقول لنا اسمح لنا في هذا اليوم تجتمع العائلة وكذا، وأنا أعرف بأن هذا مزعج وهذا كذا، إن شاء الله تتحملنا. أعتقد الكلام اللطيف هذا الحسن يجعله يعني يوافق على مثل هذا الأمر. هذا أقترح عليك. إذا والله الجار رفض، مع أن الواجب عليه أن يتحمل، أعتقد فترة يوم الجمعة ليست بطويلة، يمكن في النهار ولا في الليل، على الجار أن يتحمل. أين تحمل أذية الجار؟ إذا رأيت بأن الجار ممكن أنه لا يعني لا يتحمل ويمكن أن يتطور الأمر إلى قطيعة، لا، ممكن أن تتفق أنت
وإخوانك وخواتك على أن يأتوا بسيارة واحدة أو سيارتين، هذا حل. يعني مثلا الذكور يأتون بسيارة، الإناث يأتون بسيارة، أو يجتمعون سيارة سيارتين، هذا أحد الحلول. يقول: كثيرا ما يموت أقارب لي قصرت معهم في كل النواحي، اقتصاديا وتجاهلا وأسلوبا، والندم يقتلني، ماذا أفعل؟ تدارك الآن ما دمت حيا، وذلك بكثرة الدعاء لهم والاستغفار لهم، وإذا كان عندك خير تصدق وأوقف لهم، إذا كان عندك خير تصدق وأوقف لهم، واستغفر الله أيضا من تقصيرك. شقيقي يتشاجر مع والدي ويشتمهما، ووالدتي مصابة بمرض، والإيذاء النفسي يزيد من مرضها، ثم يخرج للدرس دون إرضائهما، فهل يحضر الدروس دون تطبيقها؟ هل يأثم؟ كأن السائل يشير إلى أن هذا الشاب الذي يشتم والديه يحضر دروس العلم، كذا؟ أكيد. شيء عجيب، نسأل الله العافية والسلام. كيف ما أثرت فيه دروس العلم يعني في سلوك وأخلاق؟ يشتم والديه وأمه مريضة يشتمها، مات. أنا ماني متصور، أنا أخشى أن السؤال هذا غلط، ولا السؤال مكيدة، ولا ما، أنا ما أتصور إنسان يحضر دروس العلم ويستمع إلى قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويسب والديه، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. هذا ذكرني بحديث المرأة اللي تصلي تقوم الليل وتصوم، ها، ولها أعمال وما تحفظ لسانها، عن جاراتها، ليس عن أمها وأبيها، عن جاراتها، قال: هي في النار لا خير فيها. طالب علم يحضر الدروس ويشتم والديه لا خير فيه، لا خير فيه. وطلبه للعلم هذا طلب غير طبيعي، يمكن جاي هوى ولا شهوة ولا يقلد أصحابه مع أصحابه، أبدا أبدا. أكثر الناس برا بالوالدين طلبة العلم، وهذا مجرب سبحان الله العظيم. أكثر الناس احترام للوالدين وبر بالوالدين هم طلاب العلم. لماذا؟ هم يقرؤون، قال الله وقال رسوله، يقرؤون نصوص الوعيد المخوفة المرهبة في قضية عقوق الوالدين. فإذا كان هذا الشاب فعلا يعني السؤال صحيح وواقعي واقع، على هذا الشاب أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله. والله لأن يبقى تحت رجلي والدي خير من أن يحضر الدرس، يقدم المسنون على المفروض على الفرض. هذا سنة، طلب علم طريق إلى الجنة صحيح، لكن الفرض هناك، الجنة هناك. إلزم رجليها فذم الجنة، إلزم رجليها فذم الجنة. صلى الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم، وأن يهدي ضال المسلمين. لدي مسجدان في الحي الذي أسكنه قريب وبعيد، وأريد أن أطبق السنة وأمشي إليه، ولكن أخشى عدم توفر مكان في الصف الأول والثاني بالسيارة، والمكان متوفر فيه. الأصل أخي الفاضل أن تصلي في مسجد حيك الأقرب إليك. ما هي الحالات التي تقبل فيها الهدية والحالات التي لا تقبل فيها الهدية؟ نحن إذا كان الكلام على موضوع الجيران، أي هدية حتى لو كانت قليلة يقدمها الإنسان لجاره. إذا كان الجار صاحب منصب وأنت إنما قصدت بالهدية التوصل إلى الدخول إلى نفسه وتلويثها، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا يسمى رشوة، تتنبه لهذا. هل يثاب المرء على الهدية المعنوية كالكلمة الطيبة والابتسامة والتشجيع الخير؟ جواب: نعم، هذا من أجمل الهدايا. هل يجوز لعن من يؤذي في الطريق كما في الحديث؟ يقال: لعن الله من آذى مسلما، لعن الله بالعموم، لأن الراجح من قول أهل العلم أن لعن المعين ممنوع، لكن يلعن بالعموم، لعن الله الظالمين، لعن الله المؤذين، لعن الله الفاسقين. جارة لنا غير مسلمة لكنها تحب الإسلام وتريد أن تصبح مسلمة، لكن أهلها رافضين ويمنعونها، ما نصيحتكم؟ احرصوا عليها،
يعني بالحمد لله كل إنسان الآن له يعني استقلالية وله حريته الشخصية، فاحرصوا عليه. وهؤلاء لن ينفعونها أمام الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا يقول: لماذا ودعتم فقرة ما بين الأذان والإقامة في الوصل؟ أنا أعتذر، لأن والله كنت ناوي أنني أعتذر عن الاستمرار. لماذا؟ لأن هذا الكتاب حقيقة هو وصايا تربوية، فرأيت من المناسب استثمار الوقت، لأن أسبوع، لأن الدرس مرة واحدة في الأسبوع. ولذلك الأدب المفرد إذا فعلا انتهينا منه هو يبني بناء أخلاقي لكل إنسان اعتنى به وحرص على الأحاديث وعلى شروحاته. فأنا كنت سبحان الله يعني أردت الاعتذار، لكن نكتفي بهذا الكتاب، وإذا يسر الله عز وجل مجلس آخر يعني نخصص في هذا الأمر أو دورة علمية يكون جيد. في بعض الأسئلة متكررة، هل الأخ من الرضاعة يكون لجميع الأبناء أم فقط الابن الذي رضع معه؟ بالنسبة للطفل الذي رضع يكون أخ لجميع أولاد هذه المرأة، سواء الكبار الصغار اللي معه الذين لم يولدوا بعد، حتى الذي لم يولد بعد أخ له من الرضاعة، أو الرجل الكبير الذي مات أيضا أخ له من الرضاعة، بمعنى لا يجوز أن يتزوج بناته لأن أخ له من الرضاعة. لأن العوام شبلون يقولون الحرمة فقط مع الذي رضع معه، بس يعتقدون بأن الذي رضع معه هو الذي يحرم، هذا غلط. جميع أولاد هذه المرأة إخوان له من الرضاعة. ما الحكم في امرأة نذرت أن تزوج ابنها، إن تزوج ابنها أن ترضعه من ثديها مباشرة؟ ما الحكم في امرأة نذرت أن تزوج ابنها أن ترضعه من ثديها مباشرة؟ من يترجم؟ ها؟ لا، نذرت أن تزوج ابنها أن ترضعه من ثديها مباشرة. لا، تقول يقول امرأة ابنها ما جابت جد. وين السائل؟ تحداه يقوم. أتحداه. ها؟ وين؟ لا تطأطئ رأسك. طيب ارسل السؤال مرة ثانية. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه.